ضيف اليوم نجم هادئ الطبع صنع بصمة بكل الدوريات اللي لعب بيها رحبوا معي بالنجم المتألق علي صلاح مساء الخير كابتن مساء النور اهلا وسهلا وكل المشاهدين الكرام كابتن احنا دائما نرجع للبدايات للطفوله شلون كانت الطفوله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا مثل مثل اي انسان يعني مارس كره القدم او اي هوايه ثانيه يعني ما كان الطريق مفروش وبرد يعني مرينا بمطبات احكي عن الشوك اللي مرينا مطبات كثيره وقعنا بيها من ظلم واصابات وقناعه الاهل انه تقدر تمارس رياضه او لا يعني كانوا لحد ما اني لعبت المنتخب الوطني اللهم وافقوا انه انا العب كان معارض؟ اكثر شيء والدي يعني يعني احنا كلنا الحمد لله وصلنا للجامعه وتخرجنا بقيت بس انا يعني بعد مرحله انت البدايه كانت من الابتدائيه بالمدرسه وفريق المدرسه تلعب؟ كنت أوه. تلعب بالمدرسة وبالمنطقة أو بالمنطقة ف... بالمنطقة بالمنطقة وبالمدرسة فعن طريق الصدفة هاي يعني بأي صف؟ تقريبا ثاني متوسط اه يعني آه. عمر كبير لا انا كنت كنت تلعب بالمدرسة بالمدرسة بالمرحلة الابتدائية اي الابتدائية يعني كنت, كنت, بال... بال... يعني كنت مولوع بكرة القدم من الطفولة بس هي صدفة انه انا سجلت بنادي كنت بصف ثاني متوسط كان زميلي وياي شافني قال لي ليش ما تسجل بالنادي وهيك سبحان الله رحنا ومشت الامور يعني من اول أي يوم انا يعني ترعرعت يعني وبنيت اسمي من خلال نادي النفط يعني قريب عن بيتي من فريق الاشبال الفريق الاول يعني اكثر اللاعبين كانت بدايتهم مع النفط يعني فريق النفط من الفرق اللي كانت تقدم المواهب للفرق الجماهيريه يعني هو والكارخ والصناعه كانت دائما يعتمدون على اللاعبين الشباب يعطون فرص اللاعبين الشباب يعني مثل النواة اللي يقدمها للمنتخبات الوطنيه والفرق الجماهيريه هاي باي سنه كانت هاي سنه 2002 اي سنه طيب. 2002 لعبت بالفريق الاول نادي النفط طيب نادي النفط نادي غير جماهيري هو صاحب فضل على كل الانديه حاليا ما فكرت انه ترجع له والله انا اول ما رجعت من الاحتراف يعني بقيت انا تقريبا ثمان سنوات في الاحتراف، اول ما رجعت يعني جتني عروض كثيره يعني بس انا حنيت انه ارجع تكون بدايتي العوده للنادي اللي يعني قريب الى قلبي ونادي نادي النفط. لعبت له موسم ثم انتقلت طلبه وشرطه وجويه. طيب لعبك بالنادي وانت كنت ثاني متوسط شلون تقبلوها المعلمين المدرسين الاهل؟ والله يعني قلت لك يعني بدايتي كانت شويه صعبه يعني حتى جتني اوقات يعني اهرب من البيت حتى اروح بس أو أقدر اوصل للتمرين. الحمد أه، لله والشكر ما اثرت على دراستك؟ لا لا ما اثرت وصلت الجامعه الحمد لله بس بعد ما تخرج لان تركت الصف الثالث واحترفت بعد ما قدرت اكمل لحد هاي الهرب. انت كطالب <applause> كنت نعم. وموهبة وكنت متميز أنا ذاك بالصفوف اللي درست بها شنو تنصح الـ لا مو متميز <تصفيق> بس <applause> نجح بس نجح يعني علاقتي بالدراسة مو قوية بس الحمد لله قدرنا نوصل المرحلة اي <applause> بس كان إنه يعني اه نجحت نجحت أكيد الحمد لله طيب أنت شنو تنصح الطلاب اللي عندهم مواهب خصوصا كرة القدم والله يعني أنصح كل إنسان عنده موهبة ويعني انا من الناس المؤيدين للشاب او المراهق او الطفل يكون عنده هوايه حتى تبعد عن هوايه امور ثانويه يعني من مشاكل الحياه والرغبات الحياه. الطالب يكون عنده هوايه يفرق طاقته بالتمرين وتفكيره بالتمرين والوقت الثاني للدراسه. فصور شيء ايجابي بالنسبه لكل يعني طفل او مراهق. او شاب انه يمارس الرياضه ويمارس كره القدم يقدر يقسم جدول حياته بين الدراسه والرياضه وعائلته ومنامه يعني يكون جدول مو حياه طايشه شو ما طيب المشكله الحاليه اللي اغلب اللاعبين يعانون منها هي ترك المدرسه واستمرار بالموهبه وبالانديه بحيث انتج ان هذا الشيء لاعب غير مثقف والله حتى يعني بلقاءاته بردوده سبب مشكله لهذا الموضوع صح, صح هو شوف يعني الدراسه شيء مهم وهاي كره القدم يعني اذا كان الانسان يريد يوصل للمراحل المتقدمه بحياته لازم يعني يبعد نفسه من هواي اشياء من ملذات الحياه يفرغ وقته يعني يكون ناس معذورين انه تركوا الدراسه لان في كبير انه تقدر توافق بين شغلتين اكو لاعبين الحمد لله هن كانوا قدوة ان وصلوا اطباء وصلوا مهندسين وهم لاعبين كره قدم وقبل كانوا اللاعبين يعني اغلبيتهم مثقفين بس ظروف الحياه يعني خلتهم شويه بالفترات الاخيره قبل الاحداث يعني اللاعبين تجون الكرة القدم ك يعني مصدر رزق لهم والعوائل طيب انا اقاطعك بهاي النقطه لاعبين كثير من الاجيال السابقه استضافيتهم كانوا يعانون من الفقر من المعاناة لكن بقوا متمسكين بدراستهم هو هذا قصدي لك وكلهم من احياء فقيره نعم بس بقوا متمسكين بالدراسه صح قلت لك يعني كل انسان هو وظروف حياته وطموحه بالحياه شنو هو تخطيطه بالحياه يعني يجمع بين شغلتين يكون انسان اكاديمي مثقف او يعتمد على موهبته فقط ليوصل لمكان معين يعني كرة القدم، فهو كل انسان وطموحه وقدرته يعني شنو هي. طيب هذا الموضوع ايضا انه اصطدمنا به من خلال مؤخرا مؤخرا صارت مشاكل انه اي نجم يريد يرشح للاتحاد يصطدم بمسألة الشهادة. نعم. هذا ايضا و... شفتي يعني شيء مهم يعني مهم احنا عندنا الطاقة يعني الكبيرة والطموح الكبير يعني مو كل انسان انه يخطط للمستقبل ما بعد تذاكر القدم يظل يعني عايش بالنجومية اللي بيها هو ومتعة الحياة ومتعة كرة القدم بعدين من يوصل لهاي النقطة بعدين يتحسر يقول أنا المفروض أكمل المفروض هذا الوقت المفروض إيه يعني العائلة والأهل والأصدقاء يعني هم شيء مهم بالنسبه للاعب يقدرون يواجهوه من وايضا اكو نقطه كلش مهمه انه اكو امتحانات خارجيه حاليا اي نجم هم باعمار احنا نشوف انه يلعب موسم موسمين يصير نجم وحالته الماديه تكون زينه فيقدر من خلالها انه يسبق الوقت بعمر صغير انه يقدم للهاي الامتحانات وأكيد فرصه وي فرصة, ويتعلم سهلة فرصه سهله يعني اذا كانت سابقا الظروف ما صح تسمح يعني صح يعني حاليا انه خلال هو نجوم كلنا قلت لك يعني انا جاوبت على السؤال لكل انسان وتفكيره وطموحه وين يريد يوصل يعني. اكو ناس يعني هم نجوم كبار ولعبوا يعني الله سبحانه وتعالى اعطاهم موهبه كبيره بس خلص يعني خلصوا كره القدم اندثروا ونسوا يعني اكو امثال كثيره احنا نعرفها، اكو ناس لا بالعكس بقوا مستمرين وبقوا نهايه اعمارهم هم نجوم يعني من خلال مو بس مشاركتهم بلعب كره القدم أشياء في إدارية في, الإدارة في التدريب هذا فعلا حسب الطموح يعني فعلا طيب بزمنك كنت, كنت تقول أنه أهرب من البيت على موت كرة القدم حالياً شوف المواهب على مواقع التواصل الاجتماعي تقضي معظم وقتها وهذا الشيء أيضاً يؤثر على اللاعب العراقي شوفه كل المراحل اذا شبوا شباب ناشئين على مستوى منتخبات وطنيه مواقع التواصل الاجتماعي ماخذه كل وقته واحيانا الى الفجر مشكله يعني هو المفروض يعني وجهه نظري الانسان او اللاعب انت شنو نصيحتك نصيحتي انه اذا راد يطول بكره القدم وراد يبني اسمه يعني في مهم تاريخ كره القدم العراقي انه اول يسوي ثلاث اشياء او اربعه ثلاث اشياء اول شيء ياكل زين ويتدرب زين وينام زين هاي علمونا اياها يعني بدايه احترافنا من عرفنا شنو كره القدم لان ثلاث اشياء تخلي اللاعب يعني يطول بالملاعب ويقدر يحافظ على مستوى اكثر بالاضافه للشغله الرابعه يعني يعتمد على موهبته وعلى نفسه ميت يعتمد على امور جانبيه ثانيه ما اريد ادخل بتفاصيلها خلي يبني اسمه بمجهوده وبتعبه حتى يكون مقبول من وسط الرياضي ومقبول من المجتمع ما يبني اسمه لان يعني الملعب يكشف من تنزل أرضية الملعب وما تمتلك الموهبه وما تمتلك المهارات والمؤهلات الكرة القدم ما راح تقدر تبني اسمك فالعوامل الثانيه والامور الجانبيه يعني ما تخليك تمشي بطريق طويل بكره القدم ذكرت انه الملعب يكشف نلاحظ انه احنا بالمشاركات الخارجيه اللاعب 45 دقيقه يهبط مستواه قصدك على المنتخبات الوطنيه يعني الوطنيه بالمشاركات الانديه الانديه الخارجيه الخارجي ابطال اسيا الاخيره ضرت انه 45 دقيقه الى 50 دقيقه اللاعب هبط مستواه على عكس باقي البلدان نشوف اللاعب لحد دقيقه 70 80 ينطي عطاء شوف ب... احنا يعني حسب يعني الاحتكاك اللي احتكيت به بالدول المجاوره احت... احترفت بها يعني اللاعب العراقي بالعكس لاعب صاحب بنيه موهبه موهبه وبنيه جسمانيه قويه يعني بس من وجهه نظري اللاعب العراقي يعني يستنزفون طاقته وقوته من خلال التدريبات وخلال المباريات الدوري هاي يعني الانسان عباره عن دم ولحم وطاقه فعلا هاي راح نتطرق لها بغير محور، انت ذكرت ايضا انه هاي الامور الاستنزاف اكو أه 45 دقيقه تضيع بالدوري العراقي أه الوقوع التأخر بال بالرميات هاي الأمور الصير الاعتراضات الكثيرة آه. على الحكم يعني هاي واجب المدربين وواجب ادارات الأندية أن تثقف اللاعب بالمحاضرات بالكلام بالعقوبات إذا أصر اللاعب على عادة الأخطاء يعني إحنا ما نشوف بالعالم إنه اللاعب كل فترة من فترات قصيرة يصطنع الاصابه ويؤخر يعني انا اعرف بعض المدربين هم يعلمون لاعبينهم على هاي الاشياء حتى يقدر اي يختصر الوقت من المباراه او يحصل نقطه من المباراه او اذا كان فايز خلاص يعني انتهت المباراه بالنسبه له بكل طرق من الأط... يعني اشياء يسويها حتى يقدر ينهي المباراه الصالحة يعني بس وتروح متعه كره القدم هذا مثلا نشوفه احنا بكل الدوريات اكو من فايز باخر دقائق اكو تضييع هذا هذا شيء عادي آه بس احنا نشوفه هذا بالشوط الاول باول آه صح هذا صح الموضوع مشكله هي قلت لك يعني تعتمد على المدربين كيف يوصلون الفكره للاعبين وادارات الانديه يعني المفروض تثقف اللاعب لان كره القدم هي متعه للناس ومتعه لك انت يعني داخل الملعب ليش اضيع هذا الوقت انه باي اشياء ثانويه احد النقاط اللي ذكرتها قبل شويه انت الغذاء نعم. صارت عده مشاكل بالمنتخب الوطني مؤخرا بين المحترفين اللي هم يجون لاعبين المغتربين والمحترفين بالخارج مع اللاعب المحلي نشوف انه اللاعب المحترف والمغترب يقول انه انا اريد نظام غذاء معين اكيد ما الصح. اكل ويا اللاعبين ويا الوجبات الموجوده مو يعني شوف نفسه افضل إيه. هذا الموضوع صار اكو بعض اللاعبين يحسون انه هذول اللاعبين مغرورين أو أكون لا, لا لا فوقيه بالتعامل بس هو يعني انت شنو تعليقك هذا الموضوع انا تعليقي من بالعكس لا شي شيء صحيح انه كل لاعب وكل انسان مفروض عنده برنامج غذائي ويعرف شنو الوجبات الغذائيه اللي ياكلها لان صدقين اكو لاعبين وصلوا منتخبات واحترفوا وهم نجوم ومثقفين بهاي الامور معتمدين على مواهبهم فقط ومعتمدين على اصلا هو سبحان الله اكو انسان هو الله سبحانه وتعالى مطي قوة أو, أو, أو طاقة يعني ربانية فهمت. بس آه هاي الطاقة الربانية حتى لو هي موجودة إذا ثقفها بالغذاء وثقفها بالنوم الصحيح وبالتدريب الصحيح هاي إمكانيتك واسمك تشوفه عالي يصير أفضل وأفضل فأنا بالعكس ويا اللاعبين اللي يعتمدون على الوجبات الغذائية ومهتمين بالبرنامج الغذائي لأن تدريجيا راح يشوف نفسه حركته ومستواه وفكره وذهنه داخل الملعب أفضل بكثير يعني صادفت لاعبين ما يهتمون بغذائهم؟ ما أنا يعني بدون ذكر الاسماء يعني احنا نحكي بس مرات يعني حتى عامة اي بس يعني مرات حتى شوف انا عمر 20 سنه احترفت يعني ومن احترفت احتكيت مدربين اجانب ومصريين ولاعبين اجانب فيعني اتعلم. اتعلم أتعلم اي, اتعلم اي فمرات من يعني نحكي بالانديه ومن المنتخب هاي مرات يعني اكو لاعبين حتى يعني احكي كيف بصراحه يعني يضحكون يقول يا شو لك هيك يعني احنا عادة ناكل اي والثقافة يعني ثقافة, ثقافة النظام الغذائي هسه اللاعب مهمة. اللاعبين يعني نسبة الفيتامينات نسبة البروتينات نسبة الكربوهيدرات المعادن هاي كلها حتى اذا ما موجودة بالاكل كحبوب خارجية يعني تستعملها حتى يكمل جسمك داخل شوف انسان يعني رياضي كامل وهذا الشيء يخليك تطول بالملاعب اكثر خلي ذهنيتك بالملعب يعني شوف مثل ما قلت يعني مرات الشوط الثاني نشوف فرقنا هو هاي المخزون من المخزون الغذائي الموجود بالجسم مو صحيح، ذهنك بعد ما يتستقبل هسه انت كإنسان عاديه اذا انت ما ماخذه كفايتك من النوم والغذاء ونفسيتك مرتاحه ما تقدرين تمارسين حياتك اليوميه، فاللاعب نفس الشيء. بالاعلام اذا ما نقرا اذا ما نهتم بصحتنا ايضا هذا مؤثر. شيء اكيد يعني. طيب نرجع لنادي النفط، أه. دخلت النادي النفط، منو شفت من النجوم هناك؟ والله شفت يعني هم نجوم يعني اعزاء علينا يعني الكابتن علي عبد الله، انا علي الحيمي، حسين صعد قبل بموسم، وكلاعبين نجوم كبار ايضا يعني نزار علي وزكي يحيى، كنت يعني احلم انه اكون يعني العب معهم سبحان الله صارت لنا الفرصه، ويعني انا من حسن حظي يعني اول موسم لي في الفريق الاول اللي لعبت لاعب اساسي بالفريق. الحمد لله من عمر 16 سنة يعني لعبت لاعب أساسي في الفريق فهم ناس يعني يعني من حسن حظنا أخلاقهم عالية ودعمونا من ضمنهم الكابتن علي عبدالله الله نوجه له تحية نوجه له تحية كبيرة طيب راح أكمل ذكرياتك مع نادي النفط بعد الفاصل إن شاء الله اسمح لي أن أثفي في فاصل مشاهدينا الكرام فاصل قصير وراجع لكم أهلا بكم مشاهدينا من جديد نرجع إلى ذكريات النفط من دخلت وشفت هاي النجوم والأسماء الكبيرة حسيت برهبة؟ والله صراحة بالبداية أكيد يعني من خلال <applause> التمرينات يعني يكون خجول شوية بعدين يعني يعني أبو شوقي تهادئ بطبعك والله أنا عصبي كلش والله بس يعني هذا أسلوبي بس بينه يعني الناس يعني عصبية نت... داخلية ما تظهر للعالم إيه عصبية بس يعني هذا ستايلي وطريقتي بالكلام يعني فاستاذ ابو شوقي كان سلطان هو رئيس النادي هو اللي احتضني هو مدرب الشباب ايضا أصام الشيخ نوجه لهم تحيه كبيره طول الله يطول باعمارهم ويحفظهم ان شاء الله هم قدموا لنا الدعم المعنوي والمادي وساندونا وزاروا الثقه بانفسنا الحمد لله يعني قدرنا من اول موسم يعني نبني اسمائنا الحمد لله من النفط انتقلت الى انتقلت للشرطه للشرطه يعني بعد تقريبا موسمين هيك ثلاثه لعبت النفط بعدين انتقلت للشرطه لعبت لهم ايضا فريق جماهيري جماهي وعليك ضغط و اكيد شنو كانت الاجواء هناك؟ صراحه يعني فريق الشرطه صاحب فضل علي من يعني خلالهم انا احترفت من الاخضر للاخضر اي الاخضر الاخضر اي مثلت هواي فرق لابسه التيشيرت الاخضر ف انتقلت الفريق الشرطه ايضا يعني صدمت بنجوم كنت اشوفهم بس بالتلفزيون يعني مثل منو؟ مثل يعني كابتن هاشم رضا، تيسر عبد الحسين، عمار عبد الحسين اسماء كبيره كابتن ماهر حبيب آه عماد هاشم كان مدرب الحراس يعني شفته بالحقيقه نوجه له تحيه يعني ايضا كان ضيفي باحدى كل الحلقات كل النجوم نوجه لهم تحيات تحيه ونتمنى لهم كل التوفيق فيعني الحمد لله هم من بدينا ونجحنا الحمد لله فريق نادي الشرطه ومن خلال نادي الشرطه مثلنا المنتخب الاولمبي العراقي. احكي لي على مشاركتك مع المنتخب الاولمبي. بدايه التمثيل الرسمي. مثلت منتخب شباب ايضا تصفيات كاس العالم الشباب تصفيات اسيا بالاردن. بس سبحان الله سوء حظ يعني. انت محظوظ مع المنتخبات. مع المنتخبات الوطنيه ما اخذت استحقاقي، هاي الناس اللي تقول الناس اللي يفهمون بكره القدم والمدربين. الاعلاميين الكبار يعني لسوء حظ طلعت بجيل هم نجوم وصاحبين انجازات كبيره فما ما قدرت ازيح مكاناتهم يعني. زين شنو السبب؟ يعني مثلا اي موهبه تطلع أه تاخذ حيز يعني وكانوا انت الكل الجمهور الرياضي يشهد انه علي صلاح لاعب متمكن ومهاجم فذ. يعني الحمد لله قدرت احصل على هداف الدوري ثلاث مرات بالاردن وبسوريا وهنا بالعراق امين. بس يعني قلت لك نجوميتنا طلعت واحنا شبابنا طلع مكان يعني مهاجمين يمكن ما مثلت الزوراء؟ مه... لا بالعكس مثلت فرق كبيره الشرطه والجوية مثلا انا استضافيت الكابتن احمد خضير قال ايه انا انحرمت من المنتخب بسبب انه اني ما مثلت الزوراء او يعني عدم وجودي للزوراء شوفي يعني هي مو قياس بس يعني فريق الزوراء كان احد الاسباب اي لاعب يمثله يعني شرف كبير انه تمثل هواي لاعبين انه يقولون انه لا بس انا اللي عانيت منه الزوراء انحرمنا منه لا لا, لا بهذا وقتنا لا مو هذا حتى سابقا سابقا يجوز يعني هذا اه وقتنا قبل يومين ظهر الكابتن علاء عبد الزهره وقال انه انا بعدت عن المنتخب بسبب خروجي من الزوراء والله يعني هو يجوز وجهه نظره بهذا الكلام بس يعني ما يعني شنو يريدون يسوون يعني مثلا جمهور الزوراء يروحون لباب الاتحاد لو يروحون مثلا المدرب المنتخب الوطني أه يقولوا له لا تستدعي هذا مش الشخص مشاركات المنتخب الوطني اعتقد في بطوله الصداقه ظهر اللاعب علي عباس قال انه انا كنت هداف نفط الوسط ما هو انت ما بقى الفكره فهمتها غلط هو قصدهم يعني هسه اللاعب الشاب هذا علي عباس نال التوفيق يقول لك يعني احنا من نجي الفريق نادي الزوراء يعني لا هو قصده بالمعنى انا يعني اللي أقوله طيب علي عبد الزهره علاء عبد الزهر هو اسم كبير قبل إيه قصد هذا الموضوع انه قال اني من انتقلت للشرطه الشرطه آه ايضا فريق كبير وهسه حصلوا على بطوله الدوري, وهداف الدوري هو طيب يقول هو كان تصريح شنو يدخل يعني جمهور الزهراء؟ يعني ما اعرف مو جمهور الزهراء انه ما اعرف هي هاي التصريحات كانت بالمعنى الصريح هو مخابره اثنين التفسير لا بس هذا واضح التصريح حتى الكابتن احمد خضير سابقا قال انه هذا الموضوع والله ما اعرف شنو قصدهم من هاي يعني لا كلام. انت تتجنب الاحتكاك بجمهور الزوراء لا بالعكس قلت لك يعني فريق الزوراء فريق كبير آه طبعا هو فريق كبير, كبير, كبير اي وإن يعني وانا للاسف يعني من سوء حظي يعني قدموا لي اكثر من مره عرض وما سوء حظك اي والله اعتبره سوء حظ لان هذا لا تقدر تمثلهم بالموسم القادم السي في السي في مال اللاعب اللي يكون بي موجود انت لاعب موسم من المواسم حياتك بنادي الزوراء فهذا شرف يعني كبير حسين الرحيمه رجع للزوراء لعب ايضا انت تقدر مثلا أنت ترجع للزوراء بعد حسب ادارات الانديه والمدربين الموجودين باي لحظه هم يحبون احنا متواجدين شرفنا كبير طبيعي والزوراء اسم كبير اكيد وهو احد الانديه العراقيه احد دعائم الانديه أوكي. العراقيه طيب بعد الشرطه يعني قلت لك يعني من المنتخبات وما برطنية. عندك اي حظ بيها يعني انا جيت المنتخب الوطني موجود الكابتن يونس محمود مهاجم العراق وكابتن عماد محمد محمد ناصر احمد الناجي احمد صلاح لؤي صلاح واحنا ثلاثه جينا شباب انا وعلاء عبد الزهرة ومصطفى يعني صرنا ثمان مهاجمين ومنتخب العراق معروف عليه صار سنين يلعب مهاجم واحد يعني كله هنا عماد محمد مثلا يلعب على جهه اليمين قاموا يلعبوا ويلعب يونس فوق فهاي السنين حياته كلها الموجوده بالمنتخب اكثر من سبع سنوات يعني بس بش... الا يونس ما موجود يلا ي... مدرب يعني اولا اي مدرب يجي يفكر بيونس، ثاني شيء شنو السبب؟ آه اول لاعب جيد واسمه و... جيد و... وخدم المنتخب ما مسيطر على المنتخب؟ لا مو بهاي الصوره ما اعتقد يعني هذا الشيء ومستوى جيد ولاعب يسجل الاهداف ونجم ليش يعني اي مدرب هوايه يت... اجيال بسبب جيل 2007 هذا واقع مسارعة. حال يعني بزمن الكابتن احمد راضي هم من ظلموا مهاجمين كثار لان هو كان هو الموجود هو المسيطر هو اللي يسجل فهذا المفروض واحد يتقبله يعني تقبلنا هذا الموضوع يعني لو ما هو اراده رب العالمين يعني شوف هسه فرصه راسا يعني ميمي بس ظهر بعد اعتزال الكابتن يونس محمود يونس محمود ما موجود راسا العالم تقبلته يعني احنا كنا نلعب حتى لو تسجل حتى يحضر لو تظهر شعبيه كبيره حتى لو تظهر بصوره صحيحه اي مهاجم مو بس الناس خلص ما تتقبل اي مهاجم موجود للمنتخب الوطني غير يونس اللي يونس هسه ابتعد شوي شوي ظهر ساميمي ظهر على عبد على عباس ايمن حسين فهاي فرصه لهم يعني محمد داوود محمد داود ايضا لاعب ممتاز له مستقبل كبير ان شاء الله فهاي فرصه لهم انه جو للمنتخب الوطني ابواب المنتخب الوطني مفتوحه لهم وفرصه اللعب يعني تكون سهله يعني يقولون علي صلاح ما كمل بالمنتخب لان ما عنده جيوش الكترونيه يعني ما والله الصراحه سنحت له الفرصه ضعيف بهاي الامور الالكترونيه وما عندي ناس تكتب لي جايز. حتى اخواني واصدقائي ما ما اخليهم يحضرون الملعب اصلا تمام مو اعلاميا لا الحمد لله اخذنا نصيبنا ما عندك جيوش الكترونيه اخذنا نصيبنا يعني اكو لاعبين من جيلك لحد الان يعني يلعبون ويطالبون بهم بالمنتخب الوطني يعني للاسف يعني ما اقدر اقلل من قيمتي انا من وجهه نظري انه انا الحمد لله صاحب قيمه وما اتقبل انه اقدر اعطي كم فلس لشخص انه يكتب عرض عليك هذا الموضوع؟ يعني ما احب ادخل بهاي التفاصيل يعني ما تدخل بس احكي لنا مو بس الجيوش الالكترونيه وحتى مدربين عرضوا علي انه ياخذ جزء من العقد حتى يجي فريق يعني هسه قبل هو هذا اللي اريد اساله النقطه اللي اريد اسالها حاليا هي هي علي صلاح انه اكو مساومات انه تنطي جزء من العقد حزنت صراحه حزنت يعني أنا ثق بالله الكريم عمري ما ما, ما 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 ما, مريت بهذا الموقف بس من اتصل بالشخص الشخص يعني عن طريق المدرب وقال لي مدرب معروف هذا؟ مدرب معروف اي معروف اي معروف كبير اسمه كبير طيب شنو قال لك؟ أه عن طريق شخص قال لي شنو رايك تجي وبس هذا قلت له خابرني هو التحرج يعني اريد اسمعها منه إن ما توقعت فقل لي لا شلون يصير يخابرك وهذا ويعني طيب اذا عن طريقي وهذا فقلت أه له ماكو هذا الاسم ينصدم الجمهور من تصرفه مثلا هذا المدرب اكيد يعني شوف هو الوسط الرياضي كل شيء يعرف الوسط الرياضي مم. بالعراق لكن الجمهور شويه يعني اكو يشوفه بمثاليه اكيد اكيد بس يعني ما يتخبى شيء بالوسط الرياضي اي شغله سلبيه يعني تظهر بس انا احترامي لاسمه واحترامي لنفسي يعني مثل احد الفرق الجماهيريه يدربها خلاص هو انتهى بعد الموضوع بالنسبه لي وما كنت يدرب احد الفرق الجماهيريه؟ درب سابقا وحاليا؟ حاليا محتفظ به نفسي يدرب محافظه؟ <applause> لا ما تقدرين تستطرقيني بالكلام قلت لك يعني خلاص احترم رغبتك هذه طيب يقولون أنه أنت مثلت الطلبة ورحت نصف موسم للشرطة مم. كملت الموسم ويا الجوية لا بالعكس ورحت بعدها نفط, مي... نفط ميسان ها نفط ميسان، هاي مؤخرا هاي. وهذا التصرف فقدت نجوميتك فقدت أنه تبقى بنادي معين شوفي هو سرعت؟ لا مو سرعت مثلا خروجي من نادي الطلبه كان اجباري مو برغبتي. شنو شنو السبب؟ لانه هم تفاصيل ما احب اتطرق لها يعني انت كل شيء ما تحب تتطرق له يعني الوسط الرياضي يعرفها بسبب الامور الماديه يعني يعني تعرفين احنا لاعبين كره القدم يجي عمر وتنتهي حياتك الرياضيه هذا رزقك وهذا انت عندك عائله عندك اكيد هذا رزق يعني ما ما حصلنا على حقوقنا الماديه ف لحد الان؟ حد السنة الماضية أنا لعبت موسم كامل ما يعني 10% من عقدي ما أخذت، لهذا السبب همينة هم صرنا ولا نادي الطلبة يعني نادي صاحب فضل علي كبير يعني جمهور نادي الطلبة لحد هاي اللحظة وإدارة نادي الطلبة تربطنا بهم علاقة طيبة وأخوية و... بس هذا حال كرة القدم يعني خدمنا النادي وهاي جزاتنا رجعت كملت نصف موسم مع الشرطة سنة 2016 انتقلت الفريق لا الفريق القوى الجوية لا الجوية. فريق القوى الجوية يعني يمكن عشت اسوء ايام حياتي الرياضية بهاي الست اشهر يا ساتر اي أيوة والله شنو صار؟ يعني نادي كبير وحلم لاي لاعب يمثله وجمهور يعني ناس عجيبين غريبين بحبهم لناديهم يعني كنت مستمتع أعلى الدرجات لكن شنو صار؟ صار انه الكادر التدريبي يعني منو كان؟ يعني كان صباح عبد الجليل مدرب صباح عبد الجليل يعني نفسيا ما اعرف يعاملني يعني تصوري انت بثلاث اشهر انا بطلت ثلاث مرات وارجع حقوق النادي اقول لهم بعد ما اقدر انا يعني هذا انسان ما اقدر اشتغل طيب سبب المدرب بسبب المدرب انه كان سبب المدرب انا معاملة سيئة مثلا؟ لا مو معاملة سيئة ما اعرف شلون يفهمني ما اعرف شلون هو فترة قصيرة درب اي فترة قصيرة هو موسم واحد درب بس انا ما اقدر ثلاث اشهر واعتذرت من ادارة النادي ومن الجمهور والناس تقبلوا يعني ولحد الان الاستاذ وليد الزيد صار محترم ووجه له تحيه تقبل يعني رايي وافكاري وانحلت الامور يعني وديا انتقلت للشرطه انتقلت للشرطه بالانتقال رجعت للبيت الثاني البيت الثاني صح الحمد لله مشت الامور كان وضع فريق نادي الشرطه يعني صعب جدا التسلسل التاسع بالمجموعه كانت مجموعتين فاجى الكابتن قحطان كثير وجاب كم لاعب فالحمد لله قدرنا نصعد الفريق الى دور النخبه بعد ذلك جاء الكابتن راضي شنيش استلم الفريق سوء حظنا سوء حظنا بالتمرين صارت عندي اصابه سويت عمليه وقعدت اكثر من سبعه اشهر يا يعني العمليه تقريبا سوء طالع ام ناس طالع سبحان الله هي هاي الاصابه الاخيره اللي صارت عندي بدل عد التنازل شوي الوضع ذهبت بعدها لنفط ميسان؟ رحت لنفط الجنوب نفط الجنوب بعد العملية بعد خلص ما أدي وقت كل الفرق كملت وكل الفرق جابت لاعبين والمفروض أنا أرجع ترجع. بعد الأصابة بس شنو تكون رجعتي تدريجية ما أقدر مثلا أنا جاي من أصابة أو حزوراء فعلا فعلا فإذا ما ظهرت بصورة صحيحة راح يحترق اسمك يعني فاختاريت نادي مع من, و... من, الوسط اي مو فريق جماهيري حتى اقدر والحمد لله يعني تفكيري كان صحيح بعد لعبت مرحله واحترفت بعد الدوري الايراني بعد الدوري الايراني رجعت طبعا راح احكي عن فتره احترافك بعد الفاصل ان شاء الله هسه استاذنك انه اذهب في فاصل ونرجع نكمل حديثنا مشاهدينا الكرام فاصل قصير وراجعينكم اهلا بكم مشاهدينا من جديد ونرجع إلى تجربه الاحتراف المميزه رحله الايران دور الايراني لكل يحكي به ودوره مميز منظم احكي عن تجربتك والله تجربه مميزه بالدور الايراني قدرت تستفاد منها كبدنيا وانا كنت راجع من اصابه ومسوي العمليه ولعب فترات قليله فريق نفط الجنوب فاستفادت منها بدنيا وذهنيا و... 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 من نفط الجنوب الى نفط عبادان نفط عبادان نعم مصر ويا النفط انت و... لعبت الفرق نفطيه <applause> كثيره نفط ميسان نفط <applause> بغداد والحمد لله اعتبرها تجربه جيده ما استمريت بالدور الايراني؟ والله صراحه لان يعني صارت عندي عائله واولاد ف بعد كده صعب اقدر انه اعترف خارج البلد لكن انه هذا انت هذا, هذا الموضوع عملي عملي بس كل انسان طاقه طارد الاحتراف الطارد كل انسان طاقه شغلك. حسيت قابليتي بعد الغربه شويه صعبه صارت علي يعني تذيت أه تعرفين ثمان سنوات بعيدا عن والدي ووالدتي واخواني واصدقائي ف قلت خلاص بعد انا افكر ارجع الخطوه الاخرى كانت رجعت. الى نادي احتراف احترافي بدايتي كانت بالاردن واخر مشوار الاحترافيه الأردن نجي لهنا المشكله شنو المشكله اللي صارت بالاردن مع نادي الفيصلي قصدك مع نادي الفيصلي انا وضحتها اكثر من مره ايه الموضوع انه كان ممكن تصير مشكله دوليه يعني دخلت بها السفاره العراقيه و يعني هو انسان كبير كان رئيس النادي وهو بالعكس هو يحب العراقيين بس هو ما اعرف استعجل كم تعبير كنا انا وكابتن الرزاق فرحان نلعب نفس النادي بنادي الفيصلي كان اجتماع فطلعت منه كم كلمه انا ما حبيتها ف... شنو قال؟ يعني ما حبيتها كان بسبب موضوع مالي؟ بسبب نتيجه مباراه كنا متعادلين فقام يحكي على اللاعبين العراقيين وهذا فأنا ما سمحت له فهو صار عنده رده فعل وانا صار عندي رده فعل خلاص يعني افتهم وطلعت من الاجتماع واشتكيت عليهم بالاتحاد مالهم وخابرت وكيل اعمالي قلت لهم انا بعد ما اقدر اكمل هذا لان صار تجاوز وهذا بس الحمد يعني صارت ضجه كبيره الجمهور نادي يريدني ومتمسك بي وهم اداره فعلا. النادي ايضا انا كان لي حقوق عليها تنازلت عنها كلها حتى بس انه يسمحوا لي نادي هو واسم هو. كبير طبعاً هذا طبعا يعني نادي كبير شنو لك تجربه الاحتراف بالدوري الاردني؟ والله يعني اول ما احترفت فريق نادي الحسين راسا اخذت هداف دوري الاردني معاه راسا من خلال هذا الموسم دعاني الكابتن عدنان حمد للمنتخب الوطني حلو فهاي اول كانت يعني اعتبرها خطوه غيرت من مسار حياتي الرياضي انه اول سنه احترف بها راسا استدعي للمنتخب الوطني فالاحتراف غير افكاري غير طموحي بالحياه غير يعني هواي اشياء بحياتي خلانا اطول بالملاعب اكثر الاحتراف فاتوقع لو ما الاحتراف كان يعني من زمان يقولون اللاعب العراقي بالاحتراف ما يقدر يكمل بسبب التمرينات مرات اكو تمرينين باليوم لا لا بالعكس مو مو كل اي لاعب شوف هو اللاعب اللاعب الملتزم سواء هنا بالدوري العراقي او خلاص هو ملتزم ككاريزما كشخصيه كافكار هو الانسان الله كيف خالقه يعني يحب الالتزام او ما يحب الالتزام او يعتمد على موهبته فقط. فلا بالعكس الاحتراف طورنا والدليل انه الحمد لله ثمان سنوات احنا بالاحتراف. أه بعدها تجربه الدوري السوري بعد او البحريني من الدوري الاردني رحت الدوري اللبناني موسم. الدوري اللبناني. بعدين لعبت بالوحده الاماراتي رحت الامارات ورجعت الوحده السوريه ايضا هواي وحدات. ورجال انت كل لونه فاط لا وحدات وبعدين الوحدات الاردني <تصفيق> <تصفيق> يعني سبحان الله يا يعني صدف اللي بحياتي هاي الفرق اللي مثلناها ف بالجماهير الوحده السوري حملوني امانه انه يوصلوا لك سلام وتحكي لي عن تجربتك ويا الوحده السوري وشنو تقول الجماهير الوحده السوري طبعا اوجه لهم تحيه كبيره هم يعرفون كل زين شنو معزتهم بحياتي وبمشاعري وقلبي يعني من اسعد ايام حياتي قضيتها يعني موسم وشويه مع نادي الوحده السوري من اجمل ايام حياتي الخاصه والرياضيه كتعامل وكناس ويعني نعتبرهم احنا بلدنا الثاني هو الشعب السوري والدليل انه مروا بظروف ايضا ردينا جميل وعاشوا ببلدنا وخاويناهم فهم كانوا صعبين فضل علينا فتره طويله فمن يعني اعز الأندية إلى قلبي بالاحتراف ونادي الوحدة السورية. طيب اكو مشكلة صارت بالإمارات من كنت تمثل الفريق البحريني. اه شنو اللي صار؟ شوف بعد الأحداث ما العراق صارت دخول داعش لعنة الله عليهم فجاني عقد بالدور البحريني تمثلت نادي الرفاع البحريني. كم يوم عندنا بطولة بالإمارات أبو ظبي. فما اعرف والله يعني, يعني سوء تخطيط من اداره نادي الرفاع او عدم مقبوليه يعني مطار ابو ظبي اعطاء الفيزا رحنا اخرونا وما سمحوا لي الدخول يعني, أنت كانت, أنت الأحداث كانت, حالك؟ يعني, يعني كانت الاحداث بالعراق كانت ما سمحوا لك؟ بس انا انا عراقي كانت الاحداث مال داعش توها صايره ومشاكل العراقيين بالبلد ف ما اعرف يعني هم سوء تخطيط قلت لك ان المفروض يقدمون الفيزا من وقت سابق اعتمدوا على ما عليه عرفت السبب الرئيسي وصلت الفكره انه اداره النادي اعتمدوا على شيخ الامارات عائله انه يتصلوا له ويدخلني بدون فيزا فهذا الشيخ ما قدر يعني كانت له فما ف قدرت اشارك بهاي البطوله ورجعت البحرين طيب هاي الدوريات اللي مثلتها انت كلها نجحت بها شنو تلخص تجربه الات... الاحتراف؟ قلت لك يعني غير افكاري خلاني انسان احب عملي اكثر احب كره القدم اكثر أه خلاني انظم وقتي خلاني شنو اعرف اكل خلاني اعرف شنو شو وقت انام شو وقت اصحى شو وقت وقت أه راحتي يعني اكون يعني شلون أقضيه الوقت راح طيب شنو الفرق بين الدوري العراقي والدوريات اللي مثل يعني الحياه مو منظمه بالنسبه للاعب العراقي هنا يعني اكله نومه شربه ملذات الحياه ما يعرف شلون يستغلها بصوره صحيحه بداية اللقاء قلت المدربين يستنزفون اللاعب يستنزفون اللاعب من خلال التدريبات واللعبات يعني اللعب اللعبات يعني اول شيء لعباتنا مضغوطه من الاتحاد العراقي كل ثلاث ايام اربع مباراة مشكله لان يعني قلت لك اللاعب العراقي مو مثقف غذائيا ولا بهاي الامور ثاني شيء من وجهه نظر اللي اه اشتغلت معاهم المدربين اللاعبين يستنزفون اللاعب من خلال التدريبات يطول تدريبات مو بعلم يعني يعني انسان طاقه مثل ما شنو نوع التدريبات؟ يعني حتى لو ما كانت بدنيه على المستوى العالي اه تمرينهم وقت طويل ساعتين. يعني نعاني من هذا الشيء يعني حتى اللاعبين يكون لاعبين ما يناقشون المدربين لا انا يعني مرات اناقش المدرب اقول له يعني وقت تدريبك طويل بس هو وجهه نظره انه هذا الشيء صح بس هو بالمباريات يعني هسه انا من وقت بالدوريات ايش قد كان الوقت يعني ما يتجاوز ساعه او 10 دقائق ساعه وربع لا ساعتين هنا ساعتين او ثلاثه وثلاثه الظهر ايه وازدحام بالروحه وازدحام بالجي ومشكله وهذا كله طاقه ومجهود بدني فانت الجمهور والناس والمتابعين يشوفون فلان من الناس ظهر مباراه مباراتين زين والناس قالت هذا لاعب جيد ووضعه بعدين بس هو تدريجيا راح يشوف المباراه اللي وراها نزل او فهذا السبب انه المخزون البدني للاعب ودورينا الاطول في العالم انتم و... و... شنو تشوفوا بهالحر يعني, يعني الله حاليا يعني يمكن انه دا يلعبون الزوراء والنجف بهذا الوقت بالنجف صارت, صارت بي حالة يعني السنه الماضيه مباراتنا نهر الطلب مم. والنجف اول 20 دقيقه كان مصطفى ناظم يمي يعني من شده الحر ورمضان وقال لعبنا قبل الفطور قلت له مصطفى احنا ليش لعبنا طول يوم غير شغله اي <applause> والله من شده الحر والجهد يعني فعلا يعني هسه اللاعب دا يلعب يجي الساعه 5 دا يلعبون مشكله مرات في وقت الحماسه ايش قد يطلع يعني بلا ربع يطلع اه ممكن يصير حاله وفاه لا سمح الله في هذا الموضوع كثير انا قريت تصريح لهذا المدرب غونزولو مدرب المنتخب الوطني السابق اللياقه البدنيه قال يعني الاتحاد العراقي راح يغير اوقات مباريات الا يموت لاعب يعني. يعني اتوقع لاعب يموت من شده الحرب قبل فتره كان ممكن يكون ضيفي الكابتن يونس عبد علي اتصلت بي انه كان بالمستشفى لانه كانت اكو لعبه وبسبب الشمس هو رايح مدير المستشفى بعد اللعبه وايضا لاعب اخر حالته كلش تدهورت بسبب هالموضوع. كابتن يونس عبد علي نوجه له تحيه كبيره ايضا صاحب فضل علينا اخ وصديق ومدرب اتمنى لك الصحة وعافية إن شاء الله طيب احكي لي عن شيء تندمت عليه سويته كرو كروياً يعني من ناحية الكرة والله تندمت على مزاجيتي كمزاجي؟ ايه يعني الشخص اللي ما تقبله ما يقدر اشتغله مثل الكابتن صباح عبد الجليل لا بالعكس هو اتمنى له التوفيق بس هو بهذا الوقت يعني ما قدرنا ننسجم حتى نقدر تشوف الانسجام مهم؟ اكيد يعني الانسجام اللاعب مع المدرب مع الكيان مال النادي اداره النادي وزملاء اللاعبين شيء مهم بالنسبه للاعب طيب اكو لاعبين ما ينسجمون ويا مدرب يصير يصير تامر على المدرب ويخسرون كم لعبه بسبب انه يطلع المدرب انا اتصور هاي الامور كانت سابقا ماكو حاليا؟ صعب كانوا لاعبين سابقين كنا نسمع هاي الامور بس هسه يعني ما اتصور حاليا هم نسمعها نسمعها بس ماكو شيء واقعي صدقين ما اتصور كلاعب يعني غي... الحياه تغيرت والامور تغيرت صارت قوه المد... الادارات الانديه يعني هاي الاشياء تقدر تعاقب عليها يعني اللاعب يخسر نفسه من وراء هاي الاشياء ما 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 مر علي يوم من الايام جاني شخص او قال لي خلينا نسوي هذا يعني ماكو تامر من لاعبين على بالنسبه لي ما مرت بحياتي ولا انسان فتح لي موضوع اصلا. لا اخلاقنا تسمح لنا ولا يعني افكارنا توصل لهذه المرحله. طيب المزاجيه وحدها اللي تندم عليها على المزاجيه مو داخل الملعب بس انا قلت لك انا انسان احب المقابيل يحترمني. المقابيل مقتنع واثق من, من امكانيتي، نعم. هذا الشيء يخليني ابدا داخل الملعب اطلع موهبتي اكو اشياء اسويها انا ما اتوقع اصلا اسويها اذا كنت انا يعني مرتاح بالمكان اللي انا موجود به. اكثر نادي ما بي به حسيت انه ما تقدر عدد جوي لا يعني ما صور يعني تاذيت كثير يعني بس قلت لك الفتره بقوه الجوية كان طموحي انه اساعد النادي وسبحان سبحان الله احنا سجلنا لهم اهداف فرحناهم بس ما كانت المسيره طويله يعني كنا نطمح نحصل على بطولات وننافس طيب لاعب تشوفه انه هو نصفك الثاني بالملعب منو؟ يعني دائما من شريك لك بالملعب وتتمنى انه دائما انتم اثنينكم بكل نادي سوا لا شوف اكو اتمنى واحد واشياء واقعيه واحد يعني لاعبين نجحت وياهم مثل وأ... منو نجحت وياهم؟ نجحت ويا صالح سدير كابتن صالح سدير آه كرار جاسم يعني لاعب يعرف شلون يعني يعرف افكاري يصلع. يصنع الفرصه ويعرف أفكاره وين تحركاتي يعني مره مرتين اتكلم معاه بالتمرين بالهذا خلص يعني يعرف انا وين اروح بالملعب بدون ما يشوف يلعب لي الكره فذول الاثنين انا نجحت وياهم كابتن مسلم مبارك ايضا لاعب نادي الشرطه والطلبه كانوا وياي يعني هم يفهم افكاري يفهم تحركاتي نجحت وياه واللي كنت اتمنى سبحان الله من منتخب الشباب الى المنتخب الوطني صار اكثر من 17 سنه مينو. <أمان> وما لعبنا سوى على عبد الزهرة. على عبد الزهرة. آه. سبحان الله كنا نتمنى إنه يكون مع. شو تقول الكابتن علاء؟ أقول له بارك الله فيك والله يوفقك أكثر وأكثر وأنت إنسان طموح وشجاع. يستاهل إنه <العبدالزه> يمثل منتخب؟ وجهة نظري نعم لأن لاعب جاي يقدم ويسجل ووضعه البدني جيد يعني حتى الناس اوروبا غيرت افكار اللاعب انه اللاعب هذا خلص كبير اللاعب عطاء العمر مجرد رقم يعني اذا كان لاعب هو شاب قليل شنو الفائده يعني فلحد الان هو الرجل جاي يعطي ويقدم اتمنى له كل التوفيق ان شاء الله كابتن علي صلاح اكو عروض حاليا والله صراحه حاليا اكو شغله بس من وحده السوري مفكر من ينتهي الدوري شوف العروض شنو يلتجي كلام الرئيس نادي اتصلوا بيك من الوحده؟ آه، نادي الوحده اتصلوا بي اكثر قبل اكثر من شهر آه، كانوا حابين اعيد يعني موسم أضافي مع الفريق نشوف الظروف العائليه شوف الظروف الحياه هناك راح اسوي زياره ان شاء الله لسوريا نشوف وضعيه البلد والدوري ونقرر من بعدها اكو ايضا رئيس نادي النادي العراق كلمني اي نادي؟ بعد خلينا نشوف من نسبق الحدث آه، نادي الجماهيري بعد آه، لا مو نادي الجماهيري بعد انتهاء الدوري شوف الله سبحانه وتعالى شنو يقسم لنا إذا قدرنا صارت لنا فرصه مناسبه نكمل مشوار كرة القدم فهذا شيء يسعدنا واذا ما اجى شيء مناسب بعد خلاص نفكر نغير افكارنا نتجه في اتجاه ثاني. تتج تتجه للتدريب لو للاداره لو والله الصراحه بعد ما مقرر بس يعني المدربين اللي اشتغلوا وياي وزملائي يقولوا لي يعني كاريزما مدرب؟ آه ان شاء الله نشوف شنو وضع هاي السنه الجايه وبعدها نقرر كل الاحوال انا يعني اتمنى لك كل التوفيق مشوارك سواء كنت تكمل كلاعب أو كمدرب, او كمدرب او باي وجهه اخرى في الله حياتك العمليه والمهنيه آه كابتن علي الصلاح انا يعني جدا سعيده انه كنت ضيفي اليوم ولو شويه تعبنا لا على راسي شكرا جزيلا لك شكرا لكم وكل الكادر مالكم وان شاء الله نكون كنا خفيفين نضل على جمهورنا لهم تحية كبيرة شكرا, شكراً لك أحب. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المشاهدة ألتقيكم في حلقات قادمة إلى اللقاء